أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأكارم، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري، يأتيكم من تحوس براس إلى أبرز العناوين. فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة بداية من هذا التاريخ بهدف التعريف بالمنتوج السياحي الجزائري المتنوع. حمادي يؤكد على تنظيم رحلات استكشافية للمتعاملين السياحيين البرتغاليين. وتتابعون في هذا الموجز تنظيم عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت شركة فلاي دبي عن استئناف رحلاتها اليومية إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بداية الفاتح نوفمبر المقبل بواقع رحلة يومية، وهذا من المبنى الثاني بمطار دبي الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيد الله أن فلاي دبي تسعى إلى توفير خيارات متنوعة لمسافرين وترحب بمسافريها من وإلى المملكة العربية السعودية، سواء رحلات العمرة أو السياحة للسفر إلى دبي وما بعدها. على خلفية اللقاء الذي جمعه بسفير البرتغال بالجزائر، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي على تنظيم رحلات استكشافية للمتعاملين السياحيين البرتغاليين للتعريف بالمنتوج السياحي الجزائري المتنوع والثري وإبرازه ليصبح معروفا دوليا، كما يأمل في تكثيف الجهود بين الجزائر والبرتغال من خلال التكوين السياحي والفندقي، السياحة الحموية والعلاجية، وكذا الصناعة التقليدية، وكذا تفعيل كل برامج التعاون المبرمة بين البلدين لبناء شراكة حقيقية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل أنه سيتم تنظيم عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022. متابعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء، إلى موعد جديد في أمان الله.